المغاربة في أوتريخت 1960-2010. في سنة 1962 جاءوا المغاربة إلى مدينة أوتريخت. العدد ديالهم تزاد بعد سنة 1965. في سنة 1970 بدأوا النساء والأطفال ديالهم كيدخلوا إلى مدينة أوتريخت في إطار التجمع العائلي. اليوم كتعتبر الجالية المغربية أكبر أقلية في مدينة أوتريخت. الأغلبية ديال المغاربة اللي جاو إلى أوتريخت جاو بدون عقد مع الشركات ديال العمل. هادو جاو كيبحثوا على العمل وحياة أفضل. سمعوا عن مدينة أوتريخت عن طريق أفراد من العائلة وأصدقاء ديالهم اللي هاجروا من شمال المغرب إلى أوروبا. بزاف منهم جاو من فرنسا وبلجيكا إلى أوتريخت. المغاربة كانوا كيشتغلوا في المعامل ديال المواد الغذائية مثل معمل ديال مشروبات راك وفرومونا، معمل ديال الخبز دوشخات، معمل ديال الحلويات فانهونيخ، ومعمل الحليب ميلك اوني، المعمل ديال الروايد ديال السيارات ايبو في شارع كانال فيخ. هذا المعمل كان عنده بزاف من المغاربة. سنة 1970 وقفات هولندا العقد اللي كان معها مع المغرب باش تجيب اليد العاملة، وبدات هولندا كتشرع في القوانين جديدة باش توقف الهجرة ديال المغاربة. أما المغاربة اللي جاوا بدون عقد تصبحوا غير شرعيين. بالنسبة للسكن فكانوا المغاربة متضررين يبحثوا عن السكن الجماعي الحر، لأن الأغلبية جات بدون عقد ديال العمل وكانوا كيسكنوا في البنسيون. في الغالب كانوا هاد الديور غير صالحة للسكن، وبزاف من هاد العمال المغاربة سكنوا عند مؤسسة السكن الأجانب. هاد المؤسسة بمساعدة مالية من البلدية شرات منازل كبيرة ورجعتهم بنسيونز، بحال اللي كان في شارع بيرخيتن سترات وشارع دونيو كامب وفي شارع كاترين سينجل. حول هذا السكن غير اللائق وقعت احتجاجات كثيرة من طرف العمال المغاربة بأوتريخت. في الوقت فاش بدأ التجمع العائلي في سنة 1970 كيكثر، سكنوا المغاربة في الأحياء مثل حي هوخرافن، حي ريفيرنفيك وحي زولن، من بعد في حي أوفرفيخت وكانال ايلاند، الاحياء منين خرجوا العائلات الهولندية اللي فضلوا يسكنوا خارج المدينة. في سنة 1987 تسدوا البنسيونات فين كانوا المغاربة كيسكنوا. اما بالنسبة للوقت الفارغ فكانوا المغاربة كيتلاقوا في ساحة المحطة ديال القطار. في اول المطاف كان هذا المكان هو المفضل لجميع العمال الاجانب بمدينة أوتريخت. في سنة 1970 فتحت مؤسسة الأجانب واحد القاعة فين كيتلاقاو المغاربة في حي المحطة في شارع موريل سلان. أحياناً كانوا كيتعرضوا للاستفزاز من طرف الهولنديين في الشارع. بعض المقاهي كانوا كيحرموا المغاربة باش يدخلوا لها. هذه القاعة تضرت باش تشد الباب ديالها في سنة 1972 لكي يبداو في بناء المركز التجاري هوخ كاترين. في سنة 1976 بدأت جمعية العمال المغاربة بمدينة أوتريخت بالأنشطة في قاعة اللي كانت كتواجد في شارع بمير دي فيرت رقم 5 و4. في سنة 1981 غيرت هذه الجمعية الاسم ديالها إلى جمعية الهجرة المغربية بأوتريخت. في سنة 1982 فتحت واحد القاعة للأنشطة في شارع بمير دي فيرت الجهة الشرقية رقم 3، وبقات ناشطة حتى سنة 2007 وغيرت الاسم ديالها إلى الجمعية المغربية للتوحيد. فرع جمعية العمال المغاربة بمدينة أوتريخت استمر في الأنشطة ديالو حتى سنة 1995 وغير الاسم ديالو إلى الجمعية المغربية الديمقراطية بهولندا.
في سنة 1981 تأسست جمعية النساء المغربية بمدينة أوتريخت، وكانت نشطة في مركز النساء الأجنبيات اللي كان عنده مقر في شارع بيلتسترات. هذه الجمعية قامت بعدة أنشطة في الدفاع عن حقوق النساء المغربيات، أنشطة ترفيهية، تكوينية، إعلامية، ولقاءات ورحلات. أما جمعية الهجرة المغربية بمدينة أوتريخت فكانت كتقوم بأنشطة في الدروس الهولندية، أنشطة الأطفال المغاربة، مكتبة للمطالعة، وألعاب للأطفال، إلى جانب أنشطة سنوية مثل مهرجان اليوم المغربي اللي كان كيجلب كثير من الزوار. في إطار عمل مشترك مع مؤسسة عمال الأجانب، كانوا كيصدروا كل شهر مجلة بالهولندية والعربية تحت اسم ماروك إنفو. في سنة 1983 تأسست أرضية الشباب المغاربة بمدينة أوتريخت. هذه الجمعية تأسست مع شباب فرقة الكرة إف سي ناديني، وعطت البلدية لهذه الجمعية واحد المقر في شارع أودخراخت. في هذا المقر كانوا الشباب كيقوموا بأنشطة موسيقية ومسرح وتنظيم مهرجان سنوي للأمازيغية في إطار عمل مشترك مع مركز رازا. شباب الأرضية كانوا ناشطين في الحملات والمظاهرات مثل مظاهرة ضد بطاقة التعريف وقانون الزواج. الفرقة الموسيقية مثل أنوال، إسماعيلية، نجوم الراي، أولاد الهجرة بانوا في بداية الثمانينات. في سنة 1994 تأسست جمعية السيفاكس، وباقي نشطة إلى يومنا هذا في أوتريخت. أما البداية ديال المساجد في مدينة أوتريخت بدأت في منزل السيد محمد آروخ في سنة 1969. محمد آروخ خصص واحد المحال في المنزل ديالو للصلاة الجماعية. بالنسبة لشهر رمضان كانت مؤسسة العمال الأجانب كتكري قاعات ديال الكنائس والمدارس للصلاة الجماعية، وباش تنظم حفل بمناسبة عيد الفطر. في سنة 1973 حاولت مؤسسة مسجد أوتريخت باش تلقى مكان للمسجد. في سنة 1977 تأسس أول مسجد في مدينة أوتريخت، مسجد الفتح في شارع بيموردفيرت الجهة الشرقية. المحاولات اللي قامت بها الكنائس والبلدية باش يأسوا مسجد بأوتريخت لجميع المسلمين فشلت. جمعية السنة كان عندها مكان للصلاة مؤقتا في سنة 1978 في معمل إفيراي إتيكيتن فابريك بشارع نارسيس سترات. في سنة 1983 تأسس مسجد أوفرفيخت، حاليا موجود مساجد للمغاربة في حي زولن، هوخرافن، كانالون أيلاند، ومايلا بارك غرب أوتريخت. في سنة 1970 بدأوا المغاربة في التجمع العائلي، واستمر حتى سنة 1985. التجمع العائلي سبب في نقاش جديد في مدينة أوتريخت حول التعليم، استقبال الأطفال والشباب، حول النساء والاندماج في المجتمع الهولندي. هل المغاربة يبقوا أو يرجعوا إلى الوطن ديالهم؟ هذا كان السؤال اللي لعب دور على الأهداف السياسية داخل البلدية. في سنة 1975 بدأت البلدية كتراقب السكن في البنسيون، واش لائق للسكن أم لا. مجلس الأجانب بأوتريخت كان كيساعد سكان في البنسيون وكيعطيهم الإرشادات من سنة 1973 إلى سنة 1976. هذا المجلس كان كيقوم بزيارة البنسيون. المغاربة كانوا ناشطين في هذا المجلس ديال الأجانب، وأيضا في أنشطة ديال مؤسسة عمال الأجانب بأوتريخت. السكن للعائلات المغربية ومشاكل العمل والصحة كانوا أهم النقاط اللي ركزت عليها مدينة أوتريخت. وبدأت آنذاك أقسام في المدارس لاستقبال الأطفال المغاربة. في سنة 1974 بدأ التعليم في اللغة والثقافة الأصلية. هولندا جابت معلمين مغاربة من المغرب
باش يقوموا بهذا التعليم. بالنسبة لأغلبية ديال الأطفال المغاربة كان هذا التعليم صعيب باش يتابعوه، لأن اللغة الأم كانت الريفية والمعلمين كانوا كيقريو اللغة العربية الفصحى. المعلمين المغاربة بمدينة أوتريخت أسسوا جمعية ديالهم تحت اسم جمعية المعلمين المغاربة بأوتريخت. في الوقت فاش وقفات الحكومة الهولندية التعليم في اللغة الأصلية، قاموا بعض المعلمين المغاربة بتكوين بيداغوجي وصبحوا معلمين داخل التعليم الهولندي. المغاربة بدأوا في كرة القدم سنة 1971 وأسسوا واحد الفرقة للكرة، وكانت المقهى مرحبا هي اللي كتمولها. بعدها بدأت شركة راك هي الممول. أصبح اللي كيمول الفرقة مقهى مطعم أطلس. من سنة 1970 حتى سنة 1976 كانت كتنظم مباراة في الكرة القدم للأجانب على الصعيد هولندا. أول جمعية للكرة للمغاربة تأسست في سنة 1977 تحت اسم إفسي ناديني. هذه الفرقة كانت كتشارك مع الجمعية الملكية الهولندية لكرة القدم بمدينة أوتريخت. في سنة 1990 غيرت جمعية إفسي ناديني الاسم ديالها إلى مغرب 90. هذه الفرقة كانت كتلعب مع فرقة هولندا كفرقة لكرة القدم إضافية. في سنة 2003 وقفت النهضة في المشاركة في المقابلات ديال الكرة. في حي هوخرافن قاموا بعض العائلات المغربية ومساعدين اجتماعيين بتأسيس جمعية الكرة هوخرافن. المشاركة ديال المغاربة في الكرة القدم داخل أندية هولندية في الأحياء تزادت في السنين الأخيرة. الشباب اللي عندهم موهبة في كرة القدم كيلقاو مساعدة من منظمة إيميج باش يصبحوا محترفين. إلى جانب كرة القدم كيشارك الشباب المغربي في مختلف الأنشطة الرياضية مثل المصارعة، يدو، تيكواندو والكاراتي. في بدايات التسعينيات بدأوا بعض الشباب كيسبوا في المشاكل في بعض الأحياء بالمدينة. كرد فعل بدأوا الآباء كيقوموا بأنشطة خاصة للأطفال والشباب باش يقضيوا على هذه الظاهرة، من تنظيم دروس إلى آباء الحي لكي يحسنوا الصورة ديال الشباب وخلق حي يسود فيه الأمن وإرشاد الشباب إلى الطريق الصحيح والقضاء على الشغب. حتى مؤسسات العمل الاجتماعي قاموا بمشاريع خاصة للشباب للقضاء على هذه الظاهرة ديال الشغب. حتى من الشباب المغاربة بنفسهم قاموا بمبادرات إيجابية وبمقترحات لتحسين الصورة ديالهم، وكانت العناية حتى للنساء وللأمهات. في سنة 2004 تلغى قانون تعليم الأجانب اللغة الأصلية، ولكن العناية للأطفال المغاربة بقات في المدارس الابتدائية لتحسين الوضعية التعليمية ديالهم. النتائج ديال الأطفال المغاربة في التعليم كتحسن سنويا وكتزاد، وهذا كنشوفوه في امتحان ديال سيتو في نهاية المدرسة الابتدائية والالتحاق ديالهم إلى الإعدادي والثانوي MBO هابيو والجامعة. الجيل الأول ديال المغاربة راهم الآن في التقاعد. التفكير بالعناية ديالهم إذا شرفوا وبقدوش يكلفوا براسهم صبحات النقطة ديال النقاش في مدينة أوتريخت. المغاربة اللي جاوا إلى أوتريخت جاوا لبعض السنوات فقط، ولكن ابقوا إلى الأبد.